السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي تقدر تغير صفحة او اسم صفحة على الفيسبوك. طبعا في الاول كان في الموضوع سهل قوي، تخش عندك على الصفحة وبعد كده الاعدادات بتلاقي اسم الصفحة وبتغيرها. دلوقتي بقى فيه لف ودوران شوية في الاعدادات، لكن الموضوع بسيط جدا في التحديث الجديد. ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. اول حاجة عندك بتفتح صفحة الفيسبوك بتاعتك، اضغط عندك على التلات شرط الموجودين فوق دول، اضغط عليهم ضغطة كده، وبعد كده بتروح عندك على علامة الترس او الاعدادات، تنزل الاعدادات عادي او علامة الترس دي، اضغط عليها ضغطة واحدة. تمام، انزل تحت كده شوية لحد ما يقول لك هنا اعدادات الصفحة، انزل كده اعدادات الصفحة. وبعد كده بيقول لك هنا الاسم، هتضغط عندك على اسم الصفحة. تمام، بعد كده بيقول لك هنا اسم، تقدر تغير الاسم بتاعك زي ما انت عاوز براحتك خالص. طيب انت كتبت الاسم هنا مثلا اسم الصفحة، تمام، وبعد كده يقول لك هنا يرجى العلم اذا قمت بتغيير اسمك على الفيسبوك لا يمكن تغييره مره اخرى لمده 60 يوم. فانت خلي بالك في كتابه اسم الصفحه، سواء كان هنا صفحه بتتكلم على صفحه تجاريه او صفحه شخصيه، او حتى كمان لا ممكن حد يكون بلوجر ولا حاجه. فانت لو جيت تغير الاسم بتاعك، لو كتبت حرف غلط او كلمه غلط لازم تستنى شهرين علشان تقدر تغير الاسم بتاعك، فالموضوع مش بيبقى سهل يعني زي ما انت فاكر. وكده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، سلام.